ورجعنا تاني في بيت أميرة، ونسينا نقول المفاجأة في الفقرة اللي فاتت. الأستاذة ميرفت عاملة مفاجأة لكل مشاهدي قناة مشاهدين بيت أميرة. إن شاء الله بإذن الله لنا هدايا كتير. خشوا على صفحة بيت أميرة مع أميرة شعلان، إن شاء الله اللي يعمل تفاعل أكتر إن شاء الله بإذن الله له هدايا كتير إن شاء الله. دايما بنقول إن المخرج هو الشخص المسؤول عن إدارة العمل السمعي والبصري في الأفلام أو في التلفزيون عموما وغيرها، وهو من يدير ويشرف على طاقم التمثيل وطاقم العمل وجميع الموظفين بمختلف مهامهم. وفي فترة إنتاج العمل لذلك في الغالب هو من ينسب إليه العمل ككل. النهارده معانا نموذج ناجح، نموذج مشرف وشاب طموح وموهوب في جميع المجالات واهمها الاخراج. معانا الاستاذ رامي محمد خميس اللي المره اللي فاتت جه متاخر. ازاي حضرتك؟ منورنا النهارده. كان معانا الحلقه اللي فاتت وبسبب المواصلات وزحمه المواصلات جه اخر الحلقه فاعتذر لنا، ف يعني قبلنا الاعتذار. منورنا النهارده. نورك والله، انا سعيد جدا انا موجود مع حضرتك. والله شكرا لحضرتك. احنا عايزين نتعرف عليك اكتر النهارده. عرفنا مين هو الاستاذ رامي. انا في الاصل خريج كليه الزراعه جامعه اسكندريه. تمام. قسم اقتصاد واداره مشروعات. مهندس زراعي. يعني ايه اللي جاب الهندسه للاخراج؟ عرفنا بقى. بالظبط، هو السبب الرئيسي في ان انا اتجه لموضوع الاخراج. تمام. وبالاخص المونتاج والجرافيكس، هو انا كنت بمارس لعبه اسمها فري ستايل فوتبول. تمام. فري ستايل فوتبول اللي هي التحكم بكره القدم. فعشان انا يعني عشان اعمل فيديو واعرض فيه مهاراتي الكرويه محتاج معدات تصوير ومحتاج كاميرا ومحتاج بعد كده مرحله المونتاج عشان ايه؟ اطلع عشان فيديو. اطلع فيديو كويس. بالظبط. في البدايه بدات كهوايه، حاولت ان انا اعرف برامج، حاولت ان انا اعرف كاميرات، حاولت ان انا اتجه في المجال ده. وسع معايا بقى، يعني بقى نطاق احترافي. هي دي الموهبه اللي طغت على على الكوره. على الكوره. ايوه بالظبط، هي الكوره كانت هي السبب الرئيسي ان انا ابدا الستيب بتاعي في موضوع الاخراج والتمثيل والتصوير بصفه عامه. يعني احنا شفنا دلوقتي معانا الفيديو، فيديو توبه اتفرجنا عليه، وبرضك الفيديو بتاع الاعلان بتاع القناه بتاعت حضرتك. عايزه بقى اعرف امتى اكتشفت موهبه الاخراج بقى، ومين قدوتك كمان في الاخراج؟ قدوتي في الاخراج؟ يعني مين المخرجين اللي نفسك ده مخرج فعلا ملهوس زي؟ بص، هو في كتير طبعا، بس انا عشان اللي انا لسه امبارح متفرج على فيلم انا بعشقه جدا. اسمه كاستاوي. الفيلم ده للمخرج روبرت لي. المخرج ده امريكي، وفي نفس الوقت هو مخرج ومنتج ومنتير في نفس الوقت، فيعتبر يعني بحب اتفرج على معظم افلامه يعني. فكاستاوي كان اخر فيلم اللي هو بتاع توم هانكس. ده بالنسبه للمخرجين ان انا يعني من بره مش من جوه. لا من بره. طب ايه الشخصيه اللي بتلاقيها فعلا قريبه من شخصياتك، بحيث ان انت يعني حتى صورت افلام كتير يعني، والافلام بتبقى عباره عن اجزاء صغيره، بيبقى فيلم قصير. يعني احنا شايفين يعني فيلم ماري وفيلم توبه وفيلم صرخه رجوع وفيلم الوحده الوطنيه، افلام كتير جدا ما شاء الله. فعايزين نعرف مين الشخصيه دي. بالنسبه للافلام قريبه فعلا منك يعني؟ لا، هو كل شخصيه مفيش حاجه قريبه مني. تمام. يعني كل شخصيه اللي انا بمثلها مش يعني كشخصيه ذاتيه اللي هي مفيش شخصيه قريبه مني يعني، بس هي الفكره ان كل فيلم ليه حاله. يعني بتأثر عليك؟ يعني زي ما بنقول اللي هو الشخص ذات نفسه ما بيكون في الحالة يمكن متأثر عليه. بالظبط. هل فعلا بتأثر عليه؟ هو بتأثر في الوقت، وقت العمل. وغصب عنك انت لازم بره العمل تخرج من المود ده، لان انت كنت يعني انت بتحط نفسك في مود معين، تفصل نفسك خالص. بالظبط. يعني فالمود عشان تحط نفسك في مود تركيزك كله وذاتك كله وتفكيرك بيبقى مركز على ايه؟ على الشخصية. على الشيء ده. فانت مضطر انت بعد ما تخلص الحاجه ديت او العمل ده ترجع تبعد بقى عن الشخصيه خالص وترجع لطبيعتك تاني. لحالتك الطبيعيه تاني. ايه الافلام اللي قدمتها فعلا وتحس ان هي دي غيرت من حياتك خالص، نقلتك نقله تانية؟ والله هو كل فيلم يعني كل فيلم يعني بعمله بيبقى بالنسبه لي انا بحاول ان انا اعمل حاجه اسمها تطوير للعمل نفسه. مؤخرا اخر فيلم كان فيلم توبه. فيلم توبه
كامكانيه طبعا حضرتك شفتي كده كتصوير كاخراج كمونتاج كمعدات او كده، فرق معايا في المراحل الجايه، بيجبرني ان اي فيلم او اي خطوه اعملها بعد كده تبقى احسن من الخطوه اللي قبليها. لا ما شاء الله. طب بتيجي الاسماء دي منين؟ يعني اسماء غريبه جدا كلها. هقول لحضرتك، هو الفكره هي الفكره بتيجي الاول. ممكن بس اكتريتها اسماء تحس ان هي من الخارج مثلا، بتبقى بندور على اسم مميز كمان خارج الصندوق، يعني تحس ان هي مش متداوله خالص. الله ينور عليك. هي الفكره كمان حتى لما تيجي نذكر اسم فيلم وليكن توبة، اثناء ما احنا شغالين في الفيلم والفكره موجوده وشغالين، احنا بنفكر نسمي الفيلم ايه. الصراحه سبب تسميه الفيلم توبة هي الممثله شيماء زكي اللي كانت موجوده في الفيلم. في اخر يوم تصوير هي اقترحت الفكره دي اللي احنا نسموه توبة. فمن هنا بقى تسمى الفيلم توبة. تمام. كان ليك اعمال دخلت مثلا يعني مسابقات دوليه او حتى مسابقات عالمية؟ هو في فيلم ميري، فيلم ميري دخل الحمد لله اخذ جوائز مهرجان اوسكار ايجيبت بقيادة الاستاذ عادل عمور. نوجه له تحية برضك يعني. طبعا نوجه التحية وكل الاحترام والتقدير للشخص لهذا الشخص بجد، يعني حقيقي يعني الراجل ده بيعمل بيحب الفن. بيحب يقدم الفن. فهو ماشي في موضوع المهرجان وربنا يوفقه يا رب ويبقى في احسن ايه؟ يا رب. احسن مقاومة يعني. بالنسبه لفيلم ماري هو فيلم قصير. هما كلهم افلام قصيره ولا حضرتك عامل افلام؟ هو فيلم روائي طويل. تمام. اللي هو فيلم صرخه رجوع اللي حضرتك ذكرتيه دلوقتي. وبقيه الافلام، وفي فيلم واحد بس تسجيلي. هو فيلم الوحده الوطنيه، كان بيتكلم عن ايام الثوره. وبقيه الافلام سواء كان فيلم ماري او فيلم توبة بتبقى افلام قصيره. زي ما شايفين كده على الشاشه بنوتك اللي معاك دي، صح يعني؟ أيوه. البنتي اصلا الفيلم اسمها توبة، ما عايزين نعرف يعني هي اسمها توبة على الاسم الفيلم ولا الفيلم على اسم؟ لا هو هي اسمها توبة والفيلم اتسمى على اسمها. تمام. ان هي كانت بطلة الفيلم يعتبر. يعني هي كانت معاك في الفيلم اصلا، وكانت معايا اصلا في الفيلم. يعني انا وبنتي بنمثلوا في الفيلم توبة ده بالظبط. طبعا هي تعبت كتير جدا. تعبت كتير. ربنا يخليها لك يا رب. دايما هو فيلم توبة يعني اسمه توبة يعني بالمعنى الحرفي بتاعها، عشان لو حضرتك سالتي على الاسم يعني توبة برضه ما اسمها غريبة. بقول اسم غريب جدا. هو اسم شجرة في الجنة. نسبة الى آية في القرآن، سورة الرعد آية رقم 29، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبة اسم شجرة في الجنة يسير عليها يسير عليها الراكب لمدة عام ولا يقطعها. تمام. فهي بالطا طوبة، ولكن عشان ما سميهاش اسم بحس ان هو تقيل شوية. فعملتها تصغير تبقى توبة بالت. لا اسم جميل جدا يعني. طب ايه الشخصيات اللي انت بتختارهم؟ يعني بتختار شخصياتك ازاي؟ بتبقى رؤية بقى. برؤية الـ حد بيساعدك طيب في اقتراح مثلا هنعمل كذا نعمل فيلم كذا؟ هو طبعا انا بحب في اي خطوه بعملها بحب اخد اراء اللي حواليا. يعني عشان اعرف ايه الاجواء بالنسبه للعمل اللي انا هعمله، فبحب اخد الاراء بصفه عامه يعني وجهه نظر الناس. عايزين نعرف طموحك بقى في 2021، دايما بنقولها سنه جديده وسنه خير ان شاء الله. ان شاء الله تبقى سنه سعيده على كلها باذن الله. وان شاء الله في 2021 بيبقى في مشروع افلام قصيره جديده. حاليا شغالين في فيلم قصير للممثل هشام فهمي، كان هي فكرته بقى. يعني بقيت الافلام دي كلها كانت فكرتي واخراجي وكده. ما شاء الله. بس 2021 شغالين في فيلم حاليا بدون ذكر اسمه حاليا عشان ما نحرقهوش. تمام. هينزل رمضان تمام ولا قبل رمضان؟ لا هو في رمضان ان شاء الله يبقى في برنامج مقالب ان شاء الله باذن الله يعني. في رمضان. وافلام قصيره بجلال والافلام القصيره اللي احنا شغالين عليها بقى ان شاء الله باذن الله. طب عايز اعرف منك الفرق بين الفيلم القصير الروائي والتسجيلي، يعني نعرف الناس اكتر يعني. تمام. هو الفيلم الروائي الفيلم الروائي او الفيلم التسجيلي بالمختصر المفيد، نقدر نقول ان الفيلم الروائي هو عباره عن سينما فن وصناعه وتجاره. تمام. ده الروائي اللي احنا بنتفرج عليه. بالنسبه للفيلم التسجيلي هو عباره عن سينما فن وعلم ورساله.
ده الملخص بس عشان الوقت حضرتك انا عارف. احنا متشكرين ليك جدا ونورتنا في بيت اميره، وان شاء الله لينا لقاءات كتير ان شاء الله. نورتنا بجد، وان شاء الله باذن الله نشوفك في احسن واحسن ان شاء الله، و2021 تكون سنه خير ان شاء الله عليك وعلى كل الناس ان شاء الله باذن الله. هنسيبكم دلوقتي ونرجع تاني في فقره جديده في بيت اميره، استنونا.